Bonjour. راح نبدأ اكزرسيس على شابيتر ديناميك دان سيستم ماتيريال. اول اكزرسيس راح نحكي عنه هلا. قبل ما ابدا هيدا الفيشيه راح ابعث لكم اياها تحت اسم كورو تيدي من البوك يعني تاع دكتور زيعور دكتور رشيدي. هذا الريفرنس اللي قلت لكم عنه و حاطط لكم اياه راح تحطوا على التيم. اول اكزرسيس راح نعمل ابلكاسيون صغيره على سنتر دو ماس او سنتر دينيرسي. باول اكزرسيس عم بقول تروفي لو سنتر دينيرسي دي تروا بارتيكول ريسبكتيفمون دو ماس اي دو كوردوني. معطينا الام 1 معطينا الاكس واي الى معطينا الام 2 X2 وال Y2 اللي إلها معطينا الـ M3. يعني شو عنا هون؟ عنا هيدا السيستم مؤلف من ثلاثة بارتيكول هي الـ M1 M2 M3 مطلوب نجيب G. اوكي إذا كنا ب X Y و Z ولنبين انه ما في عندي زد 1 هي 0 زد 2 هي 0 والزد 3 هي 0 ما معطينا اياهم. يعني نحن موجودين دون زام بلون. اذا بدي ارسمها بشكل اداء يعني هيدي الاكس وهيدي الجريك وهيدا السوليد موجود بقلب البلون. يعني ام 1 مثلا اوكي هون ام 2 ام 3 على الام 1 عندها x 1 0 y 1 0 يعني هي الاوريجين بالواقع. اوكي الام 2 عندها x 2 هي 1 والy 2 هي 2 يعني هون موجوده. اذا هيك بدي اروح فتش عليها عندنا x 3 الماس 3 هي x 2 هذه x 2 والy 1 هون موجوده. يعني اذا بدي كون دقيق بالرسمه هذه السوليد صرنا بنعرف وين موجودين الماس. هيدي هون عبارة عن M2 هيدي هون عبارة عن M3 هيدي هون هي عبارة عن M1. هيدا سوليد S اللي بدي فتش له على سنتر دو جرافيتي اللي له. خلينا روح للحل كيف بدنا نجيب ال x j وال y j. عندنا m1 عندها اذا بدكم x1 0 y1 0. عندنا ال m2 عندها اذا هيدي بدي اسميها مثلا a1 وهيدي a2 عندها ماس m2 ال x 2 هي 1 y 2 ايجال 2 وعندنا ال a 3 عند الماس m 3 الكوردوني اللي لها x 3 هي 2 y 3 هي 1. ال o g كديفينيسيون كنا شايفينه هو الصم على ال e من 1 لل 3 بنقول هي m e o a e sur صم على الاي من ا للتروا للام اي. وكنا شايفين بالكور انه من خلال هذه الريلاسيون حصلنا انه الاكس للجي هي السوم على الاي ام اي اكس اي سور الماس توتال والاجريك للجي هي السوم على الاي ام اي اجريك اي على السوم للماس توتال. او خلينا نحطها هون M total. اوكي طيب فهون شو بنقول x لل g هي m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 على m1 plus m2 plus m3. اكيد هون اذا بدنا كمان
أردنا ننسى زد للجي هي الصم على الإي أم للإي زد للإي على ماس توتال. هيدي ما حدا يفكرها بريم. أوكي طلعت بالغلط هيدي الشحطة. يعني هذا بيعطينا الإكس دو جي إيجال الأم أ قديش قيمتها. أوكي بنحطها الإكس أ والإكس دو الأم أ. خلينا نشوف الأم أ كانت 3 ويت 3 أم أ هي 3 فوا 0 بلس أم 2 ويت فوا 0 بلس 3 فوا 0 على الصم للماس 3 بلس 8 بلس 3 الإكس للجي. أوكي عندي 3 فوا إكس 1 إكس 1 0. أوكي الماس ضرب الإكس 2 هي عفوا هايدي 1. أوكي فهايدي هون هي 1 الأم 3 هي 3 فوا إكس 3 هي 2. أنا غلطت هون. أوكي هي عبارة عن شو؟ عبارة عن 2 فمنحسبها تطلع عنا 8 بلس 6 ديفيزي بار 14 يعني هي رح تطلع 1. الإجراج للجي هي عبارة عن M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 divisé par M1 plus M2 plus M3. يعني راح يعطينا الـ Y للـ G هي 3 fois Y للـ 1 0 plus 8 fois Y للـ 2 هي 2 plus M3 هي 3 fois Y3 1 على ال 14. اوكي هذا بيعطينا 16 بلس 3 هي 19 على ال 14. بالنسبه للزد مثل ما كنت عامل لكم الزد هي 0. ليه 0؟ لان عندنا الزد للان والزد للدو والزد لل 3 هي 0. دونك الزد للجي هي عباره عن 0 كار زد 1 ايجال زد 2 ايجال زد 3 ايجال 0. فهيك بنكون خلصنا هذا الاكزرسيس. اوكي فبدي انتقل لاكزرسيس تاني. تفضل يا مدام. قبل ما اكمل بحل الاكزرسيس بدي اشير لشغله او بدي انبه لشغله انه مثل اكزرسيس نيميرو 2 انه عندنا شوك بدي دو موسيون كل شيء شوك اوبليك هو مش مطلوب منكم. اوكي يعني عندكم شوك لينير انتم كنتوا قبل تاخذوا شوك اوبليك بس نحن شوك اوبليك مش مطلوب مننا. يعني الاكزرسيس نيميرو 2 كنا نحله مرات يعني اذا حدا بيعرف حدا من السنين الماضي مرقت ممكن يقول له لا حلينه هيدا او شيء كنا نحله بس هلا ما رح حله كسبا للوقت. اوكي رح فضل اكسب الوقت وحل شيء تاني. بالاكزرسيس نمرو 3 عم بقول عنا دو كور A و B معطينا الماس للـ A هي دو فوا ماس للـ B سون تينو بار ان فيل افيك ان ريسور كومبريمي انتر او. لونسومبل اي بلاسي سور اون تابل اوريزونتال اي اون نيجليج لي فورس دو فروتمون. L'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le ressort matinaya. يعني شو الفكرة هلا حاليا هون بالاكزرسيس هيدا؟ عندنا هادي تابل اوريزونتال هيدا الاكس دي زيكس مثلا عندنا 2 ماس عندنا على سبيل المثال ام A وعندنا ام B اللي هي اصغر منها هيدي ماس ام B. شو عم بقول؟ هن مربوطين بفيل افيك ان ريسور كومبريمي بيناتهم يعني هو اثنين حاطين ريسور بيناتهم وكابسينهم على بعض ضاغطين الريسور اللي بيناتهم وحتى ما يفلتوا
كي بسبب ضغطة الرسور إنه عم بيعمل فورس عليهم من الطرفين. أوكي هيدا الرسور هون. أوكي حتى الإنرجي اللي إله الإنرجي إلاستيك يعني اللي إله ما تتوزع عليهم. أوكي وهيدا يروح هيك والتاني يروح هيك. ربطناهم حاليا بشو؟ بيناتهم بفيل. أوكي هلا الرسور بهيدي الوضعية هو شو عامل؟ عم بخزن طاقة، عنده انرجي بوتنسيال الاستيك امجازيني. قيمتها هي 60 جول. انستون دوني اون برول الفيل. اوكي ولعنا الفيل، ولعنا انه تركنا الريسور او حررناهم للاثنين يعني، تركناهم ياخذوا الانرجي بوتنسيال تبعيت الريسور. اون سيبوزون كو توت الانرجي بوتنسيال ايتي ترانسفيري او ديكور. لنفترض بالكامل هي راحت لمين؟ لاثنين كور الانرجي بوتنسيال. كالكولي الانرجي سينيتيك دو شاك كور، يعني بدنا الانرجي سينيتيك للأ وبدنا الانرجي سينيتيك للكور ب. هودي اللي بدنا نفتش عليها. اكيد بدنا نستفيد من الانرجي. اوكي يعني هي اعطتنا الانرجي سينيتيك وبدنا نستفيد من شو؟ من الماس للأ هي دو فوا مثلاً. حاليا هيدا السيستم اوكي هو ما فيه شوك. اوكي هون احلى ما حدا ترق على راسه، لان كانوا يسالوني طيب وين الشوك هون؟ ما هون ما عم بدرس شوك. هون عم بقول عندي سيستم مؤلف من ثلاث اجزاء. الجزء الاول الماس A، الجزء الثاني ماس B، الجزء الثالث هو الريسور. يعني هيدا سيستم ماتيريال عندي مؤلف من ثلاثة أوبجي. شو بدنا نعمل لنحل هيدا الإكسرسيس؟ خلينا نروح لنحله. الإكسرسيس هون عم نحل إكسرسيس نيميرو 3. عندنا كدوني ام A إيكال دو فوا الام للبي. عندنا الإنرجي بوتنسيال إلاستيك في 60 جول. اوكي كان عندنا السيستم بالاتا انيسيال موجود على التابل، هذا البلوك A. اوكي مربوط بريسور كومبريمي ببلوك B، كان في بيناتهم فيل لقطهم. اوكي هيدا التا انيسيال بدي سميها التا اي. بعدين قال لي انه اون برول الفيل للاقط البلوكات ببعضها. اوكي فهون البلوك ا بده ياخد انرجي سينيتيك يعني رح مثلها بالفي ا، وهون البلوك بي رح ياخد جزء من الانرجي سينيتيك من الانرجي بوتنسيال يعني تحول لانرجي سينيتيك، والريسور بقي مطرحه ورجع لشكله طبيعي. هيدي هون عنا التا فينال. طيب بدي سميها التا اف. طيب هون بدنا بهيدا السيستم نقول هل فينا نستعمل الانرجي ميكانيك؟ هل في عندي فروتمون؟ ما في عندي فروتمون. اوكي رح نستعمل كونسرفاسيون فاسيون دو لانرجي ميكانيك. كونسرفاسيون للانرجي ميكانيك تعطينا انه الانرجي ميكانيك إنيسيال بتساوي الإنرجي ميكانيك فينال. الإنرجي ميكانيك إنيسيال أوكي هي عبارة عن راح أحطها هون إنرجي سينيتيك إنيسيال للأ زائد إنرجي سينيتيك
initiale للB زائد انرجي بوتنسيال إلاستيك بالإتا إنيسيال زائد انرجي بوتنسيال توتال بدي حطها إذا بدكم بريزونتور للآ. كمان فينا نحطها إنيسيال للآ وفينا كمان نحط للب. هي إذا بدنا نكون دقيقين بكتابتنا بهذا الشكل. ورح نقول وين النيفو دي ريفرنس، رح ناخد النيفو دي ريفرنس او بي بي اي 0 على النيفو تاع التابل ان كان بالاتا انيسيال او بالاتا فينال اثنيناتهم على التابل. يعني الايجال بالاتا فينال هون رح احط، بس قبل عندنا الانرجي بوتنسيال انيسيال هي 0 للأ وهي 0 للب لان نيفو دو ريفيرونس مخدينه على التابل اوريزونتال. الانرجي سينيتيك انيسيال للأ وللب 0 دور عم حطهم، بيبقى عندنا الانرجي بوتنسيال الاستيك ايجال من الجهه الثانيه بالاتا فينال عندنا انرجي سينيتيك للأ فينال زائد الانرجي سينيتيك للبي بالإتا فينال زائد الانرجي بوتنسيال دو رابيل الاستيك للرسور فينال بلس انرجي بوتنسيال دو بيزونتور فينال للأ وللبي. انرجي بوتنسيال دو بيزونتور فينال للبي وهيدي هون للأ. بالنسبة لنا الانرجي بوتنسيال هون للبي 0 وللآ 0 طالما نيفو دي ريفيرونس نحن كمان بعده على التابل بالإتا فينال. والإنرجي بوتنسيال إلاستيك فينال هي 0 لأن الريسور شو عمل؟ رجع لشكله الطبيعي للفورم إنيسيال له وبقي محله بينما انطلقت البلوكات كل واحدة بفيتاس مختلفة وبديركسيون مختلفة. هذا بخلينا آخر شيء نكتب إنه الإنرجي بوتنسيال إنرجي بوتنسيال إلاستيك بالإتا إنيسيال بتساوي إنرجي سينيتيك فينال للآ زائد الإنرجي سينيتيك فينال للبي. ونحن شو عنا؟ عندنا الانرجي بوتنسيال الاستيكي 60 جول. يعني حاليا عندي اكواسيون واحده فيها اثنين انكونو اللي هن الانكونو انرجي سينيتيك للا وانرجي سينيتيك للب. هيدي اكواسيون مثلا نمرو، فحكما نحن هلا بحاجه لشو؟ لاكواسيون ثاني. الاكواسيون الثانيه من وين لازم لاقيها؟ لازم او كيف لازم لاقيها؟ المنطق شو بقول؟ بدي افكر بشو؟ بدي فكر انه لاقي علاقه بين الانرجي سينيتيك للآ والانرجي سينيتيك للبي. اذا بلاقي هيدي العلاقه بيناتهم او بلاقي الفيتاس علاقه بين الفيتاس الفي آ والفي بي، بخولني انه لا اقدر حل هيدا الاكزرسيس او كمل بحله. طيب رح نيجي لهون. طيب رح نقول هون هلا فكره ثانيه انه هيدا السيستم بين الاتا انيسيال وبين الاتا فينال جوست بانترفال دو تون كتير صغير هو سيستم كان سيدو ايزولي. يعني بلحظة انه حرقنا الفيل وانطلقوا الاثنين البلوك مع لحظة اللي كانوا مربوطين او معلقين بعد ما حررناهم يعني اوكي، فهذا السيستم ما كان فيه ولا فورس خارجيه عليه عم بتاثر عليه بهيدا اللحظتين او بهيدا الانترفال من التون كتير صغير. فهم نفترض انه هو سيستم سيدو ايزولي. يعني هذا بخولنا لنقول انه الكونتيتي دو موفمون للسيستم هي كونسيرفي. يعني بنقول البي للسيستم وين للي هون الـ P est conservé. هذه P P
هي constant إذا الكونتيتي دو موفمون constant يعني ال P initial هي تكون بتساوي ال P final. يعني هذا بيعطينا ال M A V A أو دغري ليش بدي أحطها؟ مو نحنا كان السيستم قبل هو أوريبو كله أوريبو، يعني ال P initial هي zero بتساوي ال P final عن ما في عندي كونتيتي دو موفمون لا لل A ولا لل B، ما كان عندهم فيتاس. بالتا فينال عندنا ام A V دو A بلس ام B V دو B. هون بنروح بنعمل بروجيكسيون. اوكي، فبدي اعمل بروجيكسيون، اختاروا اذا بدكم تختار السونس اكس اللي نحن حاطينه. اوكي، او كان في حدا بيقول لي كانوا بيسألوا ليش اخذت الاكس مع البي بدي اخذها مع الا، خذوها مثل ما بدكم، اذا مش مفروض عليكم تاخذوها مثل ما بدكم، اصلا بالحالتين نفس النتيجه رح لاقي. اذا عملنا اوكي البروجيكسيون هون، اذا عملت على الاكس بروجيكسيون على الاكس اوكي يعني بهيدا السونس اوكي، رح يكون عندنا 0 ايجال موان ام A في دو A بلس ام B في دو B. يعني هذا بده يعطينا انه ال ام A في A ايجال ام دو B في دو B. يعني صار عندي علاقة بين الفيتاس، طالما الماس عندي هي هون، نحن عندنا ال ام لل A هي دو فوا ام لل B، هذه دوني دو ام B في A ايجال ام B في دو بي. الام ماس بنشيلهم، فهون صار عندنا الفي دو بي هي دو فوا في ا. طيب هيدي بشو بتفيدنا؟ بتفيدنا انه نروح نلاقي ريلاسيون بين الانرجي سيماتيك. يعني صار فينا نقول هون انه اذا بدي ارفعها او كاري، يعني الفي بي او كاري هي 4 في دو ا او كاري. يعني بدي احولها كمان للانرجي بوتنسيال، عفوا للانرجي سينيتيك. اوكي، والانرجي سينيتيك، انرجي سينيتيك للبي هي 1 سور 2 ام في بي او كاري. شو صار فينا نقول عنا انه الانرجي سينيتيك للبلوك بي ايجال 1 دومي ام اوكي 4 V A أو كاري. هيدا بيعطينا إنه إنرجي سينيتيك للب هي 4 فوا 1 سور 2 M، أكيد هون الأم للب عم نحكي، هيدي أم للب أوكي أم B V دو A أو كاري. فحتى نكمل نلاقي لها علاقتها بالإنرجي سينيتيك للا، بدي بدل الماس للب بقيمتها. فبكمل هون انرجي سينيتيك للبي ايجال 4 1 سور 2 عندنا الماس للا سور 2 اوكي في دو ا او كاري. يعني خلاصة الموضوع انرجي سينيتيك للبي هي رح تكون عندنا 2 فوا انرجي سينيتيك للا. كيف هيدي هي الانرجي سينيتيك للا؟ هيدي هون EC للA، عندنا الأندومي مع الكاتر بيبقى عندي 2. فهيدي الريلاسيون فينا نستفيد منها حكما صرنا هلا، هيدي بدي سميها إكواسيون 2 أو الريلاسيون 2، ونروح نستعملها بالآن. طيب هون صار عندنا رح نحط الـ 2 دون بيعطينا انه الانرجي سينيتيك للبي هي 2 فوا انرجي سينيتيك للا، 2 فوا انرجي سينيتيك للا بلس انرجي سينيتيك دو ا ايجال 60 جول. يعني 3 انرجي سينيتيك دو ا هي ايجال 60 جول. يعني الانرجي سينيتيك
لا البلوك A هي 20 جول. إذا هي 20 جول دونك on obtient que l'énergie cinétique là le bloc B هي عبارة عن 40 جول. فهيك بنكون خلصنا الاكسرسيس نمرو 3. بدي انتقل هلا للاكسرسيس نمرو 4. احط باج جديدة هون رح نشتغل اكسرسيس نيميرو 4. رح روح للإنونسي، هيدي الإنونسي اكسرسيس نيميرو 4. عم بقول عنا الكترون انتر ان كوليزيون إلاستيك، لهون عطي بها اوكي فايتين ببعضهم، دو بلان فوي افيك ان اتوم ديدروجين انيسيالمون او ريبو. بوان، quelle fraction est مطلوبه مننا من الانرجي سينيتيك انيسيال للالكترون a été transféré للهيدروجين؟ معطينا الماس بين الهيدروجين والالكترون هي الرابور بيناتهم هو 1840. فهون الفكره بدنا نحط دائما بس يكون عندنا شوك بنحط التا افون والتا ابري وبنحاول نربط الدومين بنوعيه الشوك اللي عندي. طيب هون لنقول نحن عندنا كدومين حاليا عندنا الماس الهيدروجين على الماس للالكترون هي 1840 معطينا اياه. ومعطينا معلومه ثانيه انه هي الشوك معطينا معلومه ثانيه انه عندنا شوك الاستيك. اكيد بدنا نستفيد من الشوك إلاستيك. هلا بس يقول شوك إلاستيك يعني دوري عندي شغلتين بدي استفيد منهم. عندنا conservation de P de la quantité de mouvement. اوكي. وعندنا الإنرجي سينيتيك هي افون بتساوي إنرجي سينيتيك ابري. وعندي موضوع ثالث هو اللي قلت لكم اياه خلاصه هود اثنين كونسرفاسيون. اوكي الفي بريم 1 والفي بريم 2 الاكسبرسيون اللي لهم مخولين دغري نستعملهم. وهون في حدا كمان كانوا عم يسالونا على الخاص بدي استفيد من هون اولى انه هيدي هي فالير الجبريك، يعني واحد بيقول لي انه ممكن تطلع نيجاتيف ايه بتطلع نيجاتيف بتطلع بوزيتيف، لان احنا وقت ما اذا بدكم ترجعوا للباك وقت ما حليتوها او اذا بدي حلها باخذها كفالور الجبريك. وبعدين اذا طلعت موا يعني بعرف انه هي راحت بالسونس اوبوزي، اذا طلعت بوزيتيف فالسونس اللي انا معتبره هو ماشي حاله. فبهيدا الشكل نحن اللي بدنا نمشي فيه. وبدكم تنتبهوا انه الفي بريم ا في بريم 2 بس يكون شوك الاستيك دغري بتستعملوها. اوكي وهن هون ماخذهم ك فالورات كمزور الجبريك كفالور الجبريك عفوا. طيب شو عم بيقول لي هون قبل وبعد الشوك؟ خلينا نحط الاثنين ات. هون عندنا افون اي ابري، هيدي هون عندنا افون اوكي هون عندنا هيدي ابري. كان عندنا قبل ان الكترون، هيدا الكترون عنده فيتاس بدي سميها V1 وعندنا اتوم ديدروجين دي هو اتوم ديدروجين اكيد كاتوم مثله له اكبر بكتير من الالكترون. الاتوم ديدروجين بالاكتا انيسيال له ال V2 هي كانت 0 لان هو قايلنا
كان initialement au repos. طب هيدي خلينا نحط شو عندنا الالكترون هي عنده ماس ام هيك نسميها او في 1 والاتوم ديدروجين عنده ماس كبيره ام كبيره بدي احطها والفي 2 هي 0 هلا حطيتهم كفيكتور فينا ما نحطهم كفيكتور بالاتا ابري الالكترون والهيدروجين الالكترون عنده ام مع في بريم 1 وعندنا الماس تبعت الهيدروجين صار عندها فيتاس في بريم 2 طلعوا شو بده قديش النسبه من الانرجي سينيتيك انيسيال تبعيت مين تبعيت الهيدروجين عفوا تبعيت الالكترون بدنا هالسؤال انرجي سينيتيك افون للالكترون قديش راح منا اوكي ايتي ترانسفيري للهيدروجين يعني للهيدروجين نحن بنعرف بالاتا انيسيال كان اوريبو يعني ايمتى اخذ او صار عنده انرجي سينيتيك الهيدروجين يعني انرجي سينيتيك ابري للهيدروجين لان الهيدروجين كان بالبدايه اوريبو بينما الالكترون كان اون موفمون يعني الانرجي سينيتيك النسبة اللي أخذها الهيدروجين حكما مخدها بشكل كامل من الالكترون هيدا اللي نحن هون السؤال بالتحديد يعني الهدف اللي قلنا هو الانرجي سينيتيك إذا بدكم بدنا نشوف الانرجي سينيتيك للهيدروجين اللي هي أبري أوكي على التوتال ليش على التوتال اللي راحت من بعد الشوك اللي أخذها الهيدروجين أوكي من بعد الشوك راحت من مين أو أخذها من مين أخذها من الانرجي سينيتيك توتال قبل الشوك اللي كانت تمثل فقط بشو بالإلكترون هذا اللي بدنا نشوفه يعني النسبة اللي أخذها الهيدروجين من بعد الشوك هي بتكون عادة من التوتال الانرجي سينيتيك للسيستم توتال قبل الشوك طيب قبل الشوك الانرجي سينيتيك توتال للسيستم فقط كانت هي انرجي سينيتيك للالكترون فعشان هيك قلنا هذا الرابور هو الانرجي سينيتيك بدها تكون للهيدروجين على التوتال هيدروجين اكيد ابري اللي اخذها من بعد شوك من الالكترون هون حتى نروح نفتش على هذا الرابور فبدنا نستفيد من الدوني الدوني شو بتقول عنا شغلتين أساسيتين فينا نستفيد منهم انه شوك الاستيك يعني فينا نستفيد من الكونتيتي دو موفمون فينا نستفيد من انرجي سينيتيك كمان يعني في بريم 1 وفي بريم 2 فينا مباشره نستعملهم ما انتبهنا للرابور للماس لان هو له دور منيح او بيلعب دور اساسي خلينا نبدا عنا كونسرفاسيون اول نقطه بدنا نشتغل عليها conservation de la quantité de mouvement. De la quantité de mouvement. Il y a un P avant égale P après. Haïda, je vais vous dire P avant égale P après. Haïda, je vais vous dire que M zrir, M l'électron, ma V1 plus 0 تبعت الهيدروجين قبل الشوك ايغال الام صغير للالكترون ماس للالكترون في بريم 1 plus ام عفوا هون اوكي ام كبيره في بريم 2 وعندنا كمان ذات الشيء بدنا نحكي عنه هن الانرجي سينيتيك اوكي بدنا نحكي عن الانرجي سينيتيك النقطه الثانيه عندي اياها دو هي الانرجي سينيتيك اي كونسيرفي يعني ان دومي ام في 1 او كاري بلس 0 ايغال ان دومي ام في بريم 1 او كاري بلس ان دومي ام في بريم 2 او كاري بنقطة لواحد بيقول لي طب دكتور انت قلت لنا
استعمل خلاصتهم هودي ولا شو هلا بدنا نفوت فيهم ونقعد نبرهن في بريم او في بريم دو صح بس انا عم بذكر لكم هن بس لمرات يمكن نستعملهم بس نحن هون هل فينا دور نستعمل خلاصتهم؟ ايه فينا نستعمل خلاصتهم كنت قايل لكم قبل شوي بالشوك الاستيك طالما عندنا شوك الاستيك يعني فينا نقول مثل ما قلت لكم قبل انه الفي بريم ان شو بتساوي؟ هي 2m2 v2 - m2 - m1 v1 divisé par عندنا ال m1 plus ال m2 هلا بحط ال m2 وال m1 وال v'2 هي 2m1 v1 اوكي plus m2 - m1 v2 divisé par M1 plus M2. يعني فينا نقول ال V prime 1 égal ال M2 مع ال V2 اللي هي للإيدروجين هيدي 0 وهيدي هون 0 للأتوم ديدروجين يعني شو بقى عنا موان ال M2 هي M كبيرة موان M صغيرة للإلكترون مثل ما نحن مسمينهم MA و M2 بهيدي الحالة يعني الـ MA هي تابعة للإلكترون والـ M2 هي تابعة للإيدروجين عنا على الصوم للماس فوا V1 عنا الـ V'2 شو صارت بهيدي الحالة هي 2M ديفيزي بار صوم للماس فوا V بنلاحظ انه عندي في 1 في 1 يعني عندنا هون في 1 وعندنا هون في 1 طيب هل فينا نجيب علاقه بالانرجي سينيتيك؟ ايه فينا نجيب علاقه بالانرجي سينيتيك اصلا نحن شو اللي كنا عم نفتش عليه؟ هل عم فتش على الفي بريم او احكي عنه؟ لا انا شو عم فتش لاحكي؟ عم فتش لاحكي عن الانرجي سينيتيك للهيدروجين يعني ان دومي ام للهيدروجين مع في بريم 2 من بعد الشوك على الانرجي سينيتيك افون للالكترون يعني ان دومي ام للالكترون في 1 طب وطلعت معي هيدي الريلاسيون من وين طلعت معي؟ طلعت معنا من تاني فيتاس من الريلاسيون تاني من في بريم 2 يعني هيدي اللي بدنا نروح نحن نستعملها مباشره هل بيستعمل هيدي؟ ما إلا مصلحه استعملها V prime A إيجال موا M موا M على جمع الماس V A ما قلنا مصلحة نستعملها مش من ضمن الشغلات اللي بدي روح فتش عليها ليش بدي ضيع وقتي فيها فهون هلا بنروح بنشتغل إنه بهيدي الريلاسيون الثانية وبنقول إنه V prime 2 على ال V A V prime 2 على ال V A هيدا الرابور هو عبارة عن 2 M sur somme للماس طيب هيدا لوين بده يوصلنا اذا بدي احكي عن انرجي سينيتيك شو هي الانرجي سينيتيك يعني بدي احكي عن في بريم 2 او كاري في 1 او كاري يعني بدي ارفعها او كاري كلها في بريم 2 او كاري على في 1 او كاري ايجال 4 M sur M plus M أو كاري بدي حولها هيدي اللي فوق لإنرجي سينيتيك أوكي يعني شو رح نعمل إذا بدنا نحولها للإنرجي سينيتيك يعني بدي أضربها بدو أوكي لأن عنا الإنرجي سينيتيك هون رح أحطلكم شو القصدي الإنرجي سينيتيك أبري للإيدروجين هي عبارة عن 1 sur 2 M V prime 2 au carré يعني V prime 2 au carré شو صارت كهي 2 الانرجي سينيتيك ابري للهيدروجين على الماس وزيت الشيء والانرجي سينيتيك افون للالكترون هي عبارة عن 1 sur 2 M V1 au carré يعني ال V1 أو كاري شو صار فينا نكتبها
Et deux fois l'énergie cinétique avant l'électron à la masse de l'électron. هو راح حطهم هلا وين بالرابور يعني صار عندنا هلا بالرابور شو صار عندنا في بريم محل في بريم هون هيدي راح اعملها تحت اوكي راح محيها هون راح احط لكم او هذا بيعطينا اللي صار عندي محل في بريم دي او كاري والفي ان او كاري شو صار عندنا هلا صار عندنا دو فوا l'énergie cinétique après l'hydrogène à la masse de l'hydrogène divisé par 2 énergie cinétique avant l'électron à la masse. Le C ou Z est 4 M sur somme de la masse. كلها او كاري نعمل سمبليفيكاسيون بالدو وهيدي الام بتصير تحت وهيدي الام بتصير فوق يعني هيدي بتصير بالدينوميناتور وهيديك بتصير بالنيميراتور طيب هون هذا بيعطينا ام سور جراند ام فوا انرجي سينيتيك ابري للهيدروجين على الانرجي سينيتيك avant l'électron. Égal 4 Anna M sur M plus M au carré. On Allah بدي أضرب بهيدا يعني بدي أخذ لتاني جهة بدي أضرب الانفرس اللي له هيدا بيعطينا إنه الانرجي سينيتيك أبري للهيدروجين égale énergie cinétique avant l'électron égale 4 fois grande masse ou la masse de l'hydrogène à la masse de l'électron fois m sur m plus m au carré. Là, il y a là un rapport là, mais faites chaler de l'énergie cinétique ou فقط إله علاقة بالماس. طيب نجي نتذكر إنه كان معطينا أوكي دوني عن الماس. قايل إنه الماس للهيدروجين و الماس للهيدروجين هي أكبر بكتير من الماس للإلكترون. يعني الصم اللي لون M plus M هي تقريبا شو عندي هي الماس للهيدروجين يعني هون تحت هيدي تحت صار فينا نستفيد منها هيدي انه نحط محلها هي تقريبا شو ماس للهيدروجين يعني هيدا بيعطينا رابور انرجي سينيتيك ابري للهيدروجين على انرجي سينيتيك افون للالكترون égal 4 masse de l'hydrogène à la masse de l'électron M sur on zavadkon approximativement حتى ننتبه اخذنا هذا الابروكسيماسيون على الام للهيدروجين هيدي او كاري هلا شو بنعمل ام للالكترون او كاري نعملها سمبليفيكاسيون مع ام للالكترون هون وهيدي الماس للهيدروجين مع الماس او كاري اللي هون ما بدكم تنسوا انه هون شو عنا عنا او كاري يعني هذا صار عنا الانرجي سينيتيك ابري للهيدروجين ديفيزي بار الانرجي سينيتيك افون للالكترون ايغال 4 فوا ام سور كرون تم يعني صار تي 4 ديفيزي بار 1840 يعني هي بيعطينا جواب هذا هي 0.22% هيك بنكون لقينا نسبة الانرجي اللي اخذتها الهيدروجين من الالكترون او من الانرجي سينيتيك توتال اللي هي مثلا هون بس بالالكترون
رح أوقف هذا الفيديو ونكمل الإكزرسيس بتسجيل تاني.